ما في لحظة واحدة منذ قيام الثورة السورية انطفأت فيها نار الخلافات الكردية، لكن العملية العسكرية التركية فجرت برميل البارود من جديد. الخلافات المزمنة اندلعت على جبهات كثيرة، أبرز الموقف من نظام الأسد ومستقبل الوجود الكردي وتدخلات الخارجية والقرب أو البعد عن المعارضة، وأفضت إلى جولات من السجالات العنيفة والإجراءات المتبادلة بين الأطراف الكردية ولا سيما المجلس الوطني وحزب الاتحاد الديمقراطي. بحلقة اليوم رح نتوقف عند أبرز محطات الخلافات الكردية الداخلية مع ضيوفنا من أربيل أسمهان داود، ممثلة تيار المستقبل الكردي في إقليم كردستان العراق، ومن برلين جيان عمر، الكاتب والباحث السياسي في جامعة برلين، ومن مدينة برمن الألمانية شورش درويش، الكاتب الصحفي السوري. الموقف من النظام والمعارضة، العلاقة مع الأتراك والأمريكيين والروس، ومستقبل الوجود الكردي في سوريا، مواضيع شكلت وقود للخلافات الكردية من سنين. أذكت الثورة السورية الخلافات بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، خلافات وصلت إلى حد الإلغاء وأنتجت حالة تخندق في صفوف الكرد السوريين، وجعلت القوى الكردية موضع تنافس على الاستقطاب من قبل المعارضة والنظام ودول الجوار على حد سواء. يعود الخلاف إلى تباين المواقف من الثورة والمسارات التي رأى كل منهما فيها فرصة آمنة لتحقيق الطموحات الكردية. فمع بداية الثورة أعلن الاتحاد الديمقراطي رفضه التدخلات الخارجية وتسليح المعارضة، كما دعم الحوار مع نظام الأسد، ما جعله متهما بالتعاون مع النظام الذي سلمه شرق الفرات ضمن صفقة يصفها منتقدون بالمشبوهة، تهمة عادت بقوة بعد الاتفاق الذي أبرمته قسد مؤخرا مع النظام لمواجهة العملية العسكرية التركية، فضلاً عن اتهامات سابقة بالإقصاء السياسي والمساعي الانفصالية. أما المجلس الوطني فذهب في طريق المطالبة بإسقاط النظام ودافع عن حقوق الأكراد ضمن الدولة السورية الموحدة، فيما شكل انضمامه للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة منصة لاتهامه بالتحالف مع تركيا التي يعتبرها الأكراد عدوهم الأول. مرحبا فيكم ضيوفي. سيد شورش، على أثر الهجوم التركي وقع حزب الاتحاد الديمقراطي اتفاق مع النظام، ألا يثبت ذلك صحة الادعاءات ضده بأنه هو يرتمي يعني أو ينتمي إلى حضن النظام السوري؟ يعني لا أعتقد أن حزب الاتحاد الديمقراطي يرتمي إلى أحضان نظام الأسد بلا قيد وشرط. يعني أعتقد بأن الظروف التي حصلت مع الانسحاب الأمريكي ويعني فتح المجال أمام تركيا لتنفذ احتلالها وعدوانها السافر على مناطق الشمال الشرقي السوري، أعتقد كان أمام حزب الاتحاد الديمقراطي أو قوات سوريا الديمقراطية خيارات ضيقة تمثلت بمحاولة تدوير بعض الزوايا مع دمشق. حقيقة الأمر قوات سوريا الديمقراطية لم تكن لها علاقة مباشرة مع دمشق طيلة فترة شهر العسل الأمريكي الكردي، إذ أننا شاهدنا منذ عام 2014 تحديدا منذ أن تقدمت فلول داعش نحو مدينة كوباني وحاولت احتلالها إلى اللحظة إلى قبل 9 أكتوبر الجاري، شهدنا قطيعة بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري، وإن كانت هناك يعني حلقات تواصل لكنها لم ترتقي إلى إبرام اتفاقات، وإلى اللحظة لا يوجد اتفاق رسمي يمكن أن يعني تحدد نقاطه. ربما هناك يعني بعض الأمور التي نستطيع التحدث فيها مثل انتشار الجيش في منبج وكوباني، وأعتقد أن ذلك يعني كان أحلى الأمرين بالنسبة لقسد التي يعني عانت خذلانا أمريكيا أمام الضربات التركية الموجعة التي توجه لمنطقتنا، سيما وأن السياسة التركية الحالية قائمة على أساس تمزيق وثيقة صفر 1920 وإعادة أمجاد الوثيقة الملية والتي تقول باحتلال كامل المنطقة ابتداء من. لكن سيد يعني شورش، ما هو مصدر يعني الثقة بالنظام السوري بأنه هو سيكون حامي للأكراد الموجودين في هذه المنطقة؟
حقيقة ليس هناك ثقة يعني مطلقة بالنظام السوري، لكن مثل ما قلت نحن نفاضل دائما بين سيء وأسوأ، بين أن تحتل تركيا المنطقة وتقوم بتغيير ديموغرافي وتنهي الوجود الكردي على الشريط الحدودي والمناطق بعمق 32 كيلومتر، وبين أن يأتي نظام الأسد الذي قد يمارس نوع من العصف والقمع كما كان عام 2011 أو ما قبل 2011، وبالتالي بين هذين الأمرين يشكل الخطر الوجودي الذي يطال الأكراد نتيجة العدوان التركي هو الخطر الأشد مضاضة وأكثر صعوبة على المجتمع الكردي، وبالتالي نعم. هناك قبول للشارع الكردي بأن يتحول اليوم تحت يعني مظلة حمائية توفرها روسيا أو يعني النظام السوري بشكل من الأشكال، وهذا لا يعني القبول بالنظام السوري كما كان. طيب سيدة أسمهان، لطالما اتهم أيضا حزب الاتحاد الديمقراطي بالتضييق على معارضيه ويعني استحواذه على الرأي السياسي، هل ما زال هذا الوضع قائما اليوم في ظل التغييرات الموجودة في المنطقة وخاصة الهجوم التركي؟ نعم، منذ بداية الثورة ومشاركة المجلس الوطني الكردي والأحزاب الكردية في الثورة السورية ضد النظام نظام بشار وأسقاطه يعني وانضمام المجلس إلى أطر المعارضة، فنحن نتذكر في الشهر السابع من عام 2011 عندما خرج كان عند في جمعة صمتكم يقتلنا، في الموجه إلى الدول العربية عن صمتهم بما يجري في سوريا من قتل ودمار من قبل النظام، شاهدنا في ذلك في تلك الجمعة قام حزب البيادة بتسمية جمعتهم أردوغانكم يقتلنا، أي من بداية الثورة كان البيادة يريد تصدير القضية الكردية إلى الخارج، وبناء عليها تم تسليم المناطق الكردية إلى البيادة والقضاء على الثورة السورية في المناطق الكردية يعني بشكل خاص. فنحن كمجلس وطني الكردي كأحزاب معارضة انضمينا بشكل طبيعي أن تكون وجهتنا مع المعارضة، هذه المعارضة التي تطالب بإسقاط النظام، وخاصة في ذلك الوقت جميع 140 دولة عربية كانت تساند الشعب السوري، وجميع الدول تقول بأن هذا النظام يجب أن ينتهي ويجب أن يذهب، والمعارضة توجهت إلى تركيا وكانت تدعمها تركيا وقطر والسعودية، وبعدها انسحبت بعض الدول، ونحن كنا نأمل أن تساند هذه المعارضة القضية الكردية وحقوق الشعب الكردي، ولكن للأسف شاهدنا بأن مثلا ما يسمى الآن بالجيش الحر المحسوب على المعارضة الذي أنشأتها تركيا وجماعة من المرتزقين الذين ساهموا بشكل كبير في غزو تركيا للمناطق الكردية في سوريا، قبلها كان عفرين والآن سريكا، ونشاهد المجازر ونزوح كبير وهجرة كبيرة من المناطق الكردية على مرأى ومسمع العالم تحت حجة ومهانة ما تدعيه تركيا بأن هناك إرهاب على حدودها، ولكن هذه الحجة لا تسمح لتركيا بغزو المناطق السورية، فهذه الجيوش المعارضة التي الآن تساعد تركيا تخون سوريا مرة بوقوفها إلى جانب تركيا بغزو أرض من الأرض السورية، وتخون الكرد باعتبار نحن كأحزاب كردية حركة كردية انضمينا إلى المعارضة على أمل أن تساند هذه المعارضة القضية الكردية، ولكن نعم. ما تقوم به هذه الجماعات والجيش التركي في المناطق الكردية شيء غير مقبول، وحتى قامت تركيا باستخدام الغازات الممنوعة الفوسفور الأبيض على الشعب في سريكانيين، يعني حتى الآن حوالي 12 يوم استشهد حوالي 250 مدني، انجرح حوالي 700 مدني، هذا وعلى وكما قلنا بالدول العالمية تغمض عينها عن هذه الممارسات التي تجري، وخاصة والاتفاق الذي تم بين البيادي والنظام كان قد أمام البيادي خيارات أفضل، إذا كانت تريد حقوق الشعب الكردي كان لديها خيارات أن مع الأحزاب الكردية مع بتقولي سيدة إسمهان لو كان هناك خيارات أفضل لدى حزب الاتحاد الديمقراطي كان هناك خيارات أفضل لحقن الدماء، وخاصة منذ سنة وأكثر وقبلها سيد جيان، هل تؤيد ما تفضلت فيه سيدة إسمهان حول وجود خيارات أخرى أمام الاتحاد الديمقراطي أفضل من التعاون أو اتفاق مع النظام السوري؟
تحياتي لك وللمشاهدات والمشاهدين الكرام ولضيوفك أيضا. حقيقة أنا استمعت الآن إلى ضيفتك من أربيل، ويتوجب هنا أن نشير إلى أنها دخلت في الكثير من المغالطات يعني التي لا تتوافق مع الواقع والحقيقة، وبالتالي مخرجات ما ستصل إليه والخيارات أو الخيارات التي تحدثت عنها سوف تكون بذات المغالطة. في الحقيقة يمكن إذا كنا كباحثين ومراقبين للشأن الكردي في سوريا أردنا أن نقيم الأداء السياسي للحركة الكردية بأحزابها، سواء كانت المؤيدة لأربيل والتي منها ضيفتك أيضا، والأحزاب المحسوبة على المجلس الوطني الكردي أو ما تبقى من هذا المجلس الوطني الكردي، كون الكثير من الأحزاب والحركات والشخصيات أيضا انشقت عن هذا المجلس وهو لم يعد بهذا الحجم الذي كان في البداية، وأيضا حزب الاتحاد الديمقراطي. حقيقة حزب الاتحاد الديمقراطي اختار طريقا في بداية الثورة السورية، وهذا الطريق كان يختلف عن طريق بقية الأحزاب. ربما نختلف أو نتفق مع هذا الطريق الذي اختاره حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو عدم التصادم مع النظام الأسد، ولكن العمل على مشروع خاص بهم. وهذا المشروع أود هنا أن أؤكد بأنه ليس مشروعا انفصاليا، حتى لو كنا على اختلاف مع حزب الاتحاد الديمقراطي، ولكن مشروعهم ليس انفصاليا ولا أدلة مطلقا على ذلك، وإنما هذه فقط في المخيلة التركية أن حزب الاتحاد الديمقراطي يسعى إلى الانفصال. أما المجلس الوطني الكردي والأحزاب التي تدور في فلكه والمحسوبة على أقليم كردستان العراق فلم يكن لديها أي مشروع، ولا يزالون لا يملكون أي مشروع سياسي. يعني الحزب الاتحاد بقية أحزاب المجلس الوطني الكردي في بداية الثورة السورية لم يكن لهم أي موقف تجاه الثورة السورية، أؤكد لم يكن لهم أي موقف تجاه الثورة السورية، على العكس تماما. لدينا الكثير من التقارير التي تثبت بأن قيادات من هذا المجلس الوطني الكردي قامت بتهديد بعض نشطاء الكرد من التنسيقيات الموضوع الكردية. الموضوع يعني تفاصيل عم تحكي فيها سيد جيان خطيرة جدا، رح نحكي عليها أكثر، وسأعطي يعني طبعا السيدة أسمهان حق الرد، لكن بدنا نحكي من جانب آخر. لو تعطيني المجال، لو تعطيني المجال لو أعطيتك المجال سيد جيان، بس لك أنا حابة أحكي عن منشان ما توصل الفكرة منقوصة. تفضل. بس باختصار شديد يعني، والمجلس الوطني الكردي حينما شاهد بأن الثورة السورية تأخذ منحى آخر كانت قراءتهم السياسية قراءة خاطئة، وانضموا إلى المعارضة السياسية في العام 2013 يعني بعد تشكيل الائتلاف السوري، حيث كانت الكثير من الشخصيات الوطنية السورية ابتعدت عن الهياكل المعارضة. وحاليا المعارضة التي تتمثل في اسطنبول حقيقة لا تمثل طموحات الشعب السوري، هذه المعارضة هي التي تنازلت عن الكثير من المناطق، هي المعارضة التي تجلس اليوم مع بوتين وفي سوتشي وأستانا. وبالتالي المجلس الوطني الكردي ينتمي الآن إلى هياكل سياسية محسوبة على اسطنبول، هي المسؤولة المباشرة عن الكتائب التي تدخل إلى المناطق الكردية. ووجود المجلس الوطني وعضويته في هذه الهياكل يجعله يتناصف مع هذه الهياكل والشخصيات الموجودة في اسطنبول. نعم سيد جيان، خلينا نختصر بس يعني المعلومات اللي قلتها، بس أنا بدي أعطي السيدة اسمهان حق الرد. بعرف أنه سيد جيان عطى الكثير من الكلام الذي يستحق الرد، لكن إذا فيك تردي بـ30 ثانية لو سمحتي. نعم، المجلس الوطني الكردي عندما انضم إلى المعارضة السورية كان هناك كما قلت سابقا 140 دولة عربية تساند الشعب السوري المتمثلة في هذه المعارضة التي انضمينا إليها، وكان هناك إجماع كامل بأن النظام السوري سيذهب. ولكن بعد ذلك في 2014 وعندما خرجت الثورة السورية عن مضمونها وأصبحت الثورة عسكرية و شكلت في سوريا حوالي 1000 فصيل كردي فصيل عسكري، وقتها نعم انحرفت الثورة وتنازلت المعارضة والدول التي كانت تساند الشعب السوري ابتعدوا، وحتى جميع الذين كانوا يساندون ابتعدوا عنها، وبذلك ضعف المعارضة وضعف المجلس الوطني الكردي. نحن لا ننكر بأن هناك ضعف المجلس الوطني الكردي، ولكن ليس كما يقول الأستاذ جيان، فنحن كنا ضد هذا النظام وموقفنا واضح
منذ بداية الثورة، طالبنا بإسقاط هذا النظام، وشاركنا في الثورة السورية منذ البدايات، منذ بداية اندلاع الثورة في درعا وحمص وغيرها. كان الشعب الكردي في جميع المناطق الكردية يقوم بمظاهرات يومية ضد هذا النظام، وبناء على ذلك كان من الاتجاه الحقيقي الصح أن يكون مع المعارضة. لكن من جانب آخر أيضا، شكلت الموارد الطبيعية في المناطق الكردية مادة إضافية لاتهام حزب الاتحاد الديمقراطي وأطراف ثانية بالاستفادة منها على حساب مصالح الآخرين. خلونا نتابع. سيد شورج، ألا تعتقد أن عين النظام على الثروات الموجودة في مناطق الأكراد هي التي جعلته يسارع بعقد اتفاقية مع الاتحاد الديمقراطي؟ يعني أعتقد أن الموضوع أبعد من موضوع الثروات. يعني النظام يريد أن يستفيد من الخلاف الحاصل أو من العدوان الحاصل التركي على شمال شرق سوريا، وفي لحظة ضعف قوات سوريا الديمقراطية ومن الانسحاب الأمريكي، وبالتالي يريد بسط سيطرته على كامل سوريا. النظام لن يتخلى عن يعني مشروعه باستعادة كامل سوريا، ولن يترك مجال لأي إدارة ذاتية أو مجال لشكل من أشكال الحكم الذاتي في كافة مناطق سوريا، وبالتالي هو يعمد على استعادة الدور الوظيفي له في المنطقة. وجانب أساسي من هذا الموضوع هو موضوع الثروات. أعتقد بأن يعني الصيغة الأساسية التي يعمل بها النظام هي الاستفادة من العدوان التركي إلى أقصى حد، وبالتالي سيعيد ترتيب أوراقه. الآن نسمع بأنه يتحرك باتجاه مدينة الحسكة، يستفيد من الغياب الأمريكي، من فرار القوات الأمريكية من جبنها على مواجهة الأزمة السورية، وبالتالي يريد سد الفراغ، ملء الفراغ. ما أحدثته أمريكا حقيقة الأمر في المنطقة كانت سياسة ملء، يعني إحداث فراغ كبير، هذا لم يكن موجودا في السياسة الأمريكية منذ عهد يعني أيزنهاور، وبالتالي هناك فراغ ستملأه كل القوى. تركيا تسعى جاهدة لملء هذا الفراغ والسيطرة على المناطق الحيوية داخل شمال شرق سوريا، إيران كذلك الأمر، روسيا والنظام السوري أخيرا. وبالتالي هناك أوراق حقيقية لدى النظام السوري، هناك حاضنة شعبية بدأت تتحرك باتجاه دعم ومساندة النظام السوري، متمثلة بالذين لا يرغبون بعودة الجيش الحر إلى هذه المناطق ومرتزقة تركيا، ولا يرغبون بعودة تركيا يعني تؤدي إلى تطهير عرقي في المنطقة. وبالتالي نحن نشهد يعني بواقعية شديدة نقولها، ومما يؤسف له أن لولا التدخل التركي كان يمكن للأمور أن لا تتحول إلى هذا الحد الكارثي. هناك 300,000 يعني مهجر نازح من بيوتهم خلال 8 أيام فقط، هذا أمر كارثي يدعو إلى أن يختار الناس بين النظام وبين تركيا، وبالتالي هذا يقوي حضور النظام السوري في المنطقة. ليس يعني للعلاقة يعني للأمر علاقة بحزب الاتحاد الديمقراطي، هناك ضبط شعبي يريد يعني الاستقرار، يريد أن يعني ينهي هذه الكارثة التي تسببت بها تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا يجب لوم الشارع العربي في المنطقة والشارع الكردي الذي قد يلوذ بالنظام رغم معرفته المسبقة بما سيقوم به النظام مستقبلا. هناك يعني حالة من التخوف لدى جميع الأحزاب الكردية على مختلف مستوياتها. أعتقد أن الخوف يبدأ بالمجلس الوطني الكردي ويمر بالأحزاب الأخرى التي خارج إطار المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي، أي حزب الاتحاد الديمقراطي كالحزب التقدمي وحزب الوحدة، الذين يخشون من يعني عود يعني يخشون من حرب تركية تؤدي إلى طيب خليني أنقل هي الفكرة لسيد جيان. ما هو موقف الأحزاب الكردية من عقد اتفاق مع النظام السوري؟ يعني في الحقيقة يجب هنا بداية أن نعلم بأن نظام الأسد هو المسؤول عن كل ما تشهده سوريا منذ 50 سنة
وحتى اندلاع الثورة السورية والعشر سنوات الماضية أو التسع سنوات الماضية. وبالتالي النظام السوري لا يملك مفاتيح الحل في سوريا، هو يملك مفاتيح تأجيج الصراعات، هو يملك مفاتيح تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه. ولكن اليوم القوى التي تتفاوض على مستقبل سوريا كما نعلم هي روسيا وتركيا وإيران من جهة أخرى، والولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة نحن نشهد حاليا في واشنطن تغير في سياسة المدرسة الأمريكية القديمة، المدرسة التي كانت تسعى إلى زيادة النفوذ الأمريكي والتواجد الأمريكي العسكري في الشرق الأوسط. هناك مدرسة جديدة يتبناها ترامب، وهي مدرسة تخفيض عدد العساكر في الشرق الأوسط والتركيز على القوى الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية من أجل الدفاع عن مصالحها. وهذا هو الصراع الذي نشهده بين لينزي جراهام الذي ينتمي إلى المدرسة القديمة. الحركة السياسية الكردية حقيقة بضعفها السياسي وعدم امتلاكها لمفاتيح فهم الواقع السياسي الدولي لم تستطع قراءة هذا المشهد، لذلك تراها تتخبط، تارة تذهب إلى المعارضة السورية. هذه المعارضة حقيقة أود أن أقول بأن هذه المعارضة بهياكلها لم تعد تمثل الكثير من المعارضين السوريين. يعني روشن، أنا أعلم أنك أنت من الناشطات المتابعات أيضا للشأن السوري، وتعلمين بأن الحاضنة الشعبية لهذه الهياكل أسمهان. سيدة أسمهان، يعني أما أن الأوان لوحدة كردية اليوم بظل كل الضغوطات اللي عم يتعرض لها الشعب الكردي في سوريا؟ نعم، كان يستوجب قبل هذا الهجوم التركي وقبل عفرين وحتى الآن، ولكن للأسف القوى المسيطرة المتمثلة بالبيدي ترفض أي اتفاق كردي. وكان لنا وقد سبق لنا اتفاقات هولير 1 وهولير 2 واتفاقية دهوك التي كانت آخرها وملاحقاتها، البيدي ترفض، يعني تستطيع قبول أي أحد معها ولكنها لا تقبل الوحدة مع الحركة الكردية أو مع المجلس الوطني الكردي. فاتفاقها فمثلا هذا النظام على مدى حكم حافظ الأسد وابنه حوالي 50 سنة لم يتقرب لا بشيء بسيط من حقوق الشعب الكردي، حتى الهوية السورية العربية كان يمنعها على الشعب الكردي في سوريا. فالوضع الحالي ومع الهجوم التركي على المناطق الكردية، نعم أنها مناطق كردية ولكنها تبقى مناطق سورية، هذه المناطق الكردية وبعد هذه الهجرة هجرة بالآلاف قضى الشعب الكردي في سوريا في مخاطر ومخاوف عجيبة من هذا النزوح الكبير، هذه الهجرة، تغيير الديموغرافية. سيدة أسمهان، طول الحديث يعني وكان الحديث بيحمل وقت أكثر من هيك، لكن لهون بنوصل لنهاية أولى محطات النقاش بحلقة اليوم، وبشكر بختامة أسمهان داود ممثلة تيار المستقبل الكردي في إقليم كردستان العراق، وجيان عمر الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة برلين، وشورش درويش الكاتب الصحفي السوري. أهلا بكم من جديد. أفادت المعلومات عن محاولة انتحار سجينين سوريين في سجن رومية بعد تسليم السلطات اللبنانية 5 سجناء للنظام الأسد، وخوفا من الأمر نفسه هدد عدد آخر من السجناء السوريين بالانتحار حتى ما يواجهوا نفس المصير.
ومعنا من الدوحة طارق جندب الباحث في القانون الدولي، ومن باريس المعتصم الكيلاني القانوني والناشط في مجال حقوق الإنسان. برحب فيكم ضيوفي. سيد طارق، حضرتك ناشط ومتابع لما يجري وأيضا مقيم في بيروت، ما حقيقة ما جرى ويجري في موضوع تسليم معتقلين سوريين إلى نظام الأسد في سوريا؟ ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم معتقلين سوريين أو لاجئين سوريين إلى نظام الأسد. سبق ذلك عدة مرات، وهذا الأمر مخالف للاتفاقيات الدولية، وبخاصة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان، وبخاصة للمادة الثالثة منها. التسليم هو عملية غير قانونية، لأن هؤلاء من المحتمل جدا أن يتعرضوا للتعذيب وللقتل، وهذا معروف في ظل وجود نظام بشار الأسد الذي يقتل الناس ويقتل السجناء ويعذبهم. بالإضافة إلى ذلك، هذا الأمر مخالف للاتفاقيات الدولية وللأعراف الدولية، ومخالف للقانون الدولي، ومخالف حتى لأدنى مقومات الكرامة الإنسانية ولحقوق الإنسان. وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يضغط أكثر على لبنان للالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها، وللبروتوكول الإضافي الذي سيد طارق، يعني على ماذا يتم الاعتماد في قرارات كهذه؟ هل هو قرار سياسي أم قرار قانوني أو قضائي؟ القضاء عليه أن يلتزم بالدستور وبالاتفاقيات الدولية، وبالتالي هذا القرار هو مخالف للدستور اللبناني، سواء كان صدر عن سلطة قضائية أو صدر عن سلطة سياسية. ولنكن واضحين، هناك اتفاق سياسي اتخذه أو قرار سياسي اتخذه مجلس الدفاع الأعلى، وهو قرار غير قانوني ولا دستوري بتسليم أو بترحيل اللاجئين السوريين. هناك نعرف ماذا يجري في لبنان من تضييق على اللاجئين السوريين، هذا أمر معروف، وبالتالي تسليمهم للسلطة السورية لهؤلاء المسجونين الذين أنهوا محكوميتهم في لبنان هو أمر مخالف للدستور. أضيف إلى ذلك أن هناك عمليات تسليم سبقت تلك العملية من عمليات خطف قامت بها بعض الميليشيات مثل ميليشيا حزب الله اللبناني، التي خطفت بعض الناشطين السوريين وسلمتهم للنظام السوري، وهذا أمر معروف. نعم. أضيف إلى ذلك إلى أن عناصر من حزب البعث العربي الاشتراكي قاموا بخطف عدد من اللاجئين السوريين من منطقة البقاع ومنطقة الشمال وسلموهم للنظام، ولكن للأسف أن تقوم الدولة بذلك هذا يضع أكثر من علامة استفهام، ويرتب مسؤولية قانونية على الدولة اللبنانية. نعم. ويرتب مسؤولية كذلك أخلاقية على المسؤولين اللبنانيين الذين لا يلتزمون بالاتفاقية الدولية. سيد المعتصم، ما هي الخطوات الممكن إجراءها لإنقاذ حياة المعتقلين السوريين الآخرين، وخاصة أنه بعض منهم هدد بالانتحار في حال تم تسليمهم للنظام السوري؟ طبعا مع كل أسف هذا الانتهاك هو انتهاك جديد يضاف على سلسلة الانتهاكات التي تمارس على اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان. طبعا تبدأ من العنصرية التي يقودها طرف سياسي في لبنان، لا تنتهي إلى عملية الترحيل، عملية ترحيل السوريين المقيمين في لبنان. طبعا كل التهم التي وجهت من قبل الأمن العام إلى المعتقلين الخمسة على سبيل المثال الذي تم ترحيلهم إلى سوريا، كانت التهم هي تهم تتعلق بالإرهاب، وطبعا كل تلك المحاكمات كانت محاكمات باطلة، لأنه كانت التهم الأساسية هم مشاركتهم بالقتال ضد الحكومة السورية بما يسمى فصائل مسلحة أو جيش حر داخل الأراضي السورية. طبعا هذه المحاكمات كلها كانت محاكمات باطلة، وليزيد الطين بلة قرار المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون التي أقرت بترحيلهم بدون أي آلية لطعن أو حق للشخص الذي أصدر بحقه هذا القرار الترحيل للطعن على هذا القرار لكي يبرز حججه أن هنالك خطر على حياته. وطبعا كما قال زميل طارق، طبعا كل هذه الإجراءات هي تخالف أولا القانون اللبناني والدستور اللبناني واتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها لبنان في عام 2000. لكن سيد المعتصم، هل هناك إجراءات قانونية قادرة على إيقاف هذه القرارات التعسفية بحق اللاجئين أو المعتقلين؟ نعم. السوريين في لبنان؟ طبعا يعني أولا القانون الدولي العرفي هو ملزم على الحكومة اللبنانية على تطبيقه.
طبعا هنالك إجراءين، الأول هو الضغط على الحكومة اللبنانية لكي تلتزم بقرارات ومواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات التي وقعت عليها، هذه أولا. ثانيا يتم الآن التواصل مع الآليات الدولية الخاصة بالأمم المتحدة لتقديم شكوى لمجلس حقوق الإنسان، إن كان باللجنة المختصة لمناهضة التعذيب وإن كان بمجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري. طبعا كل الاتفاقيات تنص بشكل واضح أن لا إعادة قسرية، وهذه مسلمة في القانون الدولي العرفي، لا إعادة قسرية إلى أماكن قد يتعرض الأشخاص على خطر على حياتهم أو للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وقد سجلت العشرات حالات الترحيل السوريين إلى سوريا قد تعرضوا للاعتقال والتعذيب. سيد طارق، هل فينا نقول بأنه المعتقلين السوريين أو اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان بشكل عام هم ضحية الانقسام السياسي الموجود في لبنان؟ ومن هي الجهة اليوم القادرة على حمايتهم من التسليم إلى الموت؟ الكل يعرف الآن أن في لبنان هناك حراك مدني الآن. الآن الشعب اللبناني خرج بحراك مدني شبيه جدا بالحراك المدني السوري الذي خرج سابقا مطالبا بالحرية التامة، لأن الآن في لبنان هناك معركة اسمها معركة حريات. هناك انقسام كبير في لبنان بين من يؤيد حماية هؤلاء اللاجئين وحماية الشعب السوري من بطش نظام بشار الأسد، وبين من يدعم هذا النظام الإرهابي القاتل. الشعب اللبناني اليوم خرج والبارحة ليقول نريدها معركة حريات، لن نقبل أن يتحول لبنان إلى نظام بشار الأسد مرة ثانية، لن نقبل أن يحكمنا الولي الفقيه من سردابه في الضاحية الجنوبية. هم خرجوا البارحة بالملايين ردا على خطاب حسن نصر الله الذي كان يتباهى دائما أنه يذبح الشعب السوري. فالشعب اللبناني بمجمله هو شعب محب للشعب السوري وهو شعب مضياف، ولكن الانقسام السياسي أوجد هذه الفرقة بين اللبنانيين والسوريين، ولكن يبقى هؤلاء السوريون هم ضيوفنا وهم أهلنا، وعلينا موجب أخلاقي بحمايتهم كما على الدولة اللبنانية موجب قانوني بحمايتهم وتأمين العيش الرغيد لهم. ولا بد من أن نذكر أن هناك تقصير من المجتمع الدولي تجاه هؤلاء سواء في ناحية الحماية أو تقديم يد العون أو المساعدة. سيد المعتصم، شو هو المصير المتوقع لهؤلاء المعتقلين في حال تم تسليمهم فعلا للنظام السوري؟ يعني انت بتعرفي حضرتك كل معتقل، كل شخص لدى النظام السوري لديه قائمة باتهامات الأشخاص المعارضين له، وبكل تأكيد يعني خلال الفترة الماضية أو خلال السنة الماضية تم توثيق عشرات حالات السوريين اللي تم إعادتهم بشكل قسري من لبنان إلى سوريا، تم اعتقالهم هدول الأشخاص، وفي هنالك بعض الأشخاص بحكم المختفي قسرا. يعني حتى هدول الأشخاص مش مثبت أنه هن معتقلين أو موقوفين، تم اختطافهم من على الحدود السورية وتم اليوم هن بحكم المختفين قسريا كعشرات آلاف السوريين. لكن سيد طارق، هل يملك النظام السوري السلطة والصلاحية لفرض على لبنان بتسليم هؤلاء المعتقلين لديهم؟ اولا يعني لابد ان ناخذ هذا الامر من ناحيه الاتفاقيه الدوليه، اتفاقيه مواصله التعذيب التي تفرض على لبنان عدم تسليم اي شخص الى دوله يفترض انها سوف تحكمه بالاعدام او تعذبه، والنظام السوري الكل يعرف ذلك كما اسلفنا. ولكن ما مدى سلطة النظام السوري في لبنان؟ نعم هناك حلفاء للنظام السوري في لبنان، هناك ميليشيا حزب الله وما تمثل، هناك ميليشيا التيار العوني وما يمثل، وبالتالي هم الآن يتمتعون بأكثرية نيابية، وهؤلاء هم حلفاء لنظام بشار الأسد، هم الذين يدعمون هذا النظام ويخرقون العقوبات الدولية. ونحن نعرف كيف تم خرق العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري ودعم النظام السوري من خلال المازوت أو البنزين أو المواد الأخرى عبر بعض حلفائه في لبنان، وهذا الأمر مؤسف جدا للغاية. الآن كما أسلفت لك الشعب اللبناني انتفض بقوة في وجه هؤلاء الذين أسروا على ظهر الشعب السوري وعلى ظهر الشعب اللبناني، والذين يريدون أن يبيعوا لبنان لنظام بشار الأسد ولإيران. لذلك لا يمكن أن يقبل أو أن يستمر اللبنانيون بالقبول بأن يبقى لبنان تابعا لنظام قتل شعبه. لا يمكن للبنانيين الذين انتفضوا البارحة واليوم ومستمرون في الانتفاضة أن يقبلوا أن تسرق أموالهم لكي يدعم بها نظام بشار الأسد. لا يمكن للبنانيون أن يبقوا ساكتين عن إجرام نظام يذبح
يقتل بمشاركة حلفاء لبنانيين، لا يمكن للبنانيين أن يسكنوا عن الامتياز والتمايز الطائفي حيث يذهب الميليشياوي التابع لميليشيا حزب الله إلى سوريا ويقتل الشعب السوري ويتفاخر بذلك دون أن يتم محاكمته في لبنان، فيما هؤلاء اللاجئون الذين نتكلم عنهم أو المسجونين هم سوريون بالأصل وهم جاءوا إلى لبنان ولم يرتكبوا أي فعل جرمي في لبنان وتمت محاكمتهم محاكمة غير قانونية وغير عادلة وغير دستورية، أو أن اللبناني الداعم للثورة السورية يوضع في السجن هو وأهله وأبوه وأمه ويتهم بالإرهاب. هذا التمايز الطائفي، هذا الانقسام أو الأصح هذا اللامساواة بين اللبنانيين جعلت اللبنانيين ينتفضون الآن كما انتفض الشعب السوري. صحيح. ليكونوا لكن سيد المعتصم، نحن جميعا لبنانيون يجب أن نكون متساويين في الحقوق وفي الواجبات، لا نقبل يعني أن ندعم نظام بشار الأسد قانونية لإنقاذ المعتقلين السوريين في لبنان وغيره من دول الجوار من انتهاكات أو من يعني تسليمهم للموت في سوريا؟ طبعا الشيء اللي عم ينشغل عليه هو آلة ضغط على الحكومات، وطبعا أنا ما بقصد فقط لبنان حالة الإعادة القسرية، أيضا هنالك وجود سابقا كانت حالات عديدة كانت تمارس من قبل الحكومة التركية. طبعا العمل جاد على الضغط على الحكومات تلك الدول على الالتزام بالقانون الدولي العرفي والالتزام بالمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية لمنع الإعادة القسرية وترك إعادة طوعية للاجئ، يترك له الخيار في إن أراد العودة أو لا. وطبعا الكل يعلم أن حاليا الوضع في سوريا غير مستقر وغير آمن. وصلنا لنهاية الوقت المخصص لهالفقرة وبشكر ضيوفي فيها طارق شندب الباحث في القانون الدولي والمعتصم الكيلاني القانوني والناشط في مجال حقوق الإنسان. أهلا بكم من جديد. قصة حب الإعلامي توفيق الحلاق وزوجته زهرية عقيل، ظروف زواج ومسيرة كفاح لتأمين حياة كريمة وقضاء العريس 10 أيام من شهر العسل في السجن الانفرادي وحكايات وذكريات ثانية للثنائي السوري المقيم بواشنطن منتابعة بفقرة كأنه امبارح. أنا اسمي توفيق الحلاق وزوجتي اسمها زهرية عقيل، والحقيقة أنت بدك كنت تعرفوا حياتنا وكيف بلشنا وكيف إلى آخره. أنا حكيهم باختصار. صحيح إحنا كيف بلشنا حياتنا نسيت أنا، بس أول شيء لأقول أنت قلت اسمي إيه؟ قلت زهرية عقيل هيك بسرعة. شلون لازم شو بشتغل أنا؟ نعم بتشتغلي انت معالجة نفسية ما شاء الله. بس انت معروف مذيع، بس انا يعني ماشي الحال بشتغل بالعلاج النفسي. هي قصة طويلة كيف تعرفنا انت احكي يعني ما كيف احكي. وقتها ما كنا راكبين في الباص، احنا كنا راكبين في الباص وهالباص مليان. هل تصور الكلام هذا من قبل قديش؟ ما اقول لا تقول لانه تكبرني. ايه لا ما بدي اقول بدي اقول 44 سنه تقريبا، 44 سنه في دير عطيه كان في باص بينقل الشباب والبنات ويروحوا يرحلوا يعملوا رحله مع بعضهم، ورحنا رحله. وبهالرحله هاي طلعت في صدر الباص، هذا اخر شيء بالباص اسمه اللوج. في اللوج كان في بنت حلوه عيونها بيبرقوا جذابين، شدتني مثل المغناطيس. تشوفي حالك ها؟ لا مزبوط يعني. وهيك يعني أنا قلت هاي البنت اللي بدي إياها. إجا حكى معي وقال لي أنت شو بتحبي المسرح؟ صار يناقشني، كان عم يعمل مسرحية، صار هو عم يحكي معي عم يحاول يطبقني وأطلع فيه هيك عجبني، وبس ما كتير يعني أنه أعطيته وش. راح نسفني رسالة طويلة بعتها مع رفقتي، كتبت لها شعر، يعني رحت لقيت أحلى ما كتب في الشعر كتبت لها، وكتبت لها يعني عبرت عن ثقافتي، صرت أحكي مكسيم غوركو ألبير كامي، صار يستعرض ثقافتي قدامي وأنا صرت أقراها وأقراها وأقراها. قريتها شي 15 مرة، فت هيك بين السطور قلت والله عجبني بدي إياه. يا
شو صار معنا يوم الكتاب وقت اللي كتبنا الكتاب؟ يعني وقت كتبنا الكتاب قال لي يا بنتي قديش انت بدك متاخر ومتقدم؟ القاضي قلت له 5 ليرات. قال لي يا بنتي 5 ليرات؟ شو 5 ليرات شو عم تحكي؟ قلت له 5 ليرات متقدم و5 متاخر. قال لي ليش؟ قلت له انا ماني بنباع وبنشرى، انا حبيته وبدي اياه. وانت شو قلت؟ يعني كان بالنسبه لنا بهذيك المرحله يعني كان كثير كثير موقف صعب جدا، يعني مو بس اهل دير عطيه، مو بس اهل المنطقه القلم، مو بس سوريا بشكل عام، مساله انه بنت تاخذ شاب بدون مهر كانت يعني في غايه الصعوبه، يعني ينحكى عليها انه شو بقى مرخصه حالها، ما بعرف شو اهلها يخجلوا. بعد ما هيك كان... اتفقنا توفيق رح بدي يشتري، ما معه حق محبس. قلت له كيف بدنا نسوي ونقنع اهلي؟ ما معك انت حق المحبس. فراح اتدين 25 ليره بهداك الوقت من صديقه وجاب لي محبس ب 25 ليره. وامي جنت والعيله كلها قاطعتني، لك طيب كيف بدنا نكمل المسيره؟ قال لي عندي موتور ببيعه انا. بعنا الموتور ما مشي الحال، يعني بعنا الموتور ما بكفي شيء، الموتور ما بكفي اجره العرس، حتى الكراسي كمان في حدا من اصدقائي ساعدني بنستاجر كراسي والى اخره. كان في مشكله عندنا الفستان شو بدها تلبس، لانه استعارنا تبع العرس فستان العرس هذا الابيض استعارنا، بس صفي لازم تلبس فستان ثاني يوم في المباركه وكذا. فستان واحد بس، ثاني يوم بدك تقوم يجي الناس يباركوا لك فستان واحد، ثاني يوم نفس الفستان، ثالث يوم نفس الفستان. اجت بنت خالي قالت لي طيب زهريه انت ما جبتي فستان ثاني؟ قلت لها لا بس نفس الفستان. قالت لي على حظي على هالمصيبه تبعك انت، كيف هيك؟ يعني انا فعلا في هذيك الفتره يعني مثل عملت ثوره على العادات والتقاليد، انه الشاب انت لما حتى هي يعني ما حدا ساعدنا، استاجرنا بيت في دير عطيه مشان نعيش فيه، ما حدا ساعدنا، يعني راحت هي بايدها صارت تشرب بسموه شراء، يعني دهن نظفت وعزلت قبل ما نروح يجوا اهله ياخذوني على الشام، انا بدير عطيه وياخذوني على الشام، كنت عم نظف وعم عزل. يعني وقتها ما بعرف يمكن تاخرت يوم على العسكريه بسبب العرس، فاستقبلوني تاني نهار القائد السكن اللي أنا فيها. وين كنت حضرتك؟ قلت له كنت أخذ إجازة وكذا. قال لا تأخرت أنت، يلا على السجن. حطني بالسجن 10 أيام بخيمة والدنيا كانت حريق، لحالي سجن منفرد وهي أنا عروس، يعني ثاني يوم عروس ثاني نهار ما في عريس، ما في عريس بالمرة، ويجوا الناس وين العريس مسجون يعني وبدينا هذيك المرحلة ضلينا مع بعض لخلص عسكرية، وبعدين انتقلنا على الشام وبلشت المسيرة في الكفاح المرير. إنه هو سكننا بغرفة صغيرة عند أهله، عند أهلي بيت عربي كبير، وأحلم أنا هيك عند أهله 11 غرفة وكل الغرف في منها مأجرة. أنت بدي أخذ هذيك الغرفة، أنت بدأت تصير لإلي أحلم، وعاد فصلها هيك وقول يا الله يعني هاي الغرفة صغيرة اللي أعطونا إياها. فضلينا بهاي الطريقة أحلم، انتقل من غرفة لغرفة لأكبر لغرفتين، لبعدين صار عنا بيت. قول أنت بصير عنا بيت لحالي ما فيها الطوشة كلها، بعدين صار عنا بيت هذا ببرزي، يعني أخذنا أول بيت في برزي، كان يعني بيت معزول، جبال وطرق ما فيه وصعوبة بالغة جدا، يعني مرق شي 5-6 سنوات حتى صار فيه شوارع والآخرين، فكانت كمان هذا البيت يعني عذاب، بس كنا فرحانين وصار عنا بيت مستقل طبعا بالتقسيط عم ندفع له. يعني هو أنا اللي بحب أقوله يعني إنه الحب ما بيصنعه المادي، أنا حبيت إنه نحن اثنين نكافح سوا، إنه نحن اثنين نشتغل ونبني هالحياة مشتركة، لا هو بصير أنا تابع لإله ولا هو تابع لإلي. وأنا يعني من مسيرة حياتي ومن طفولتي بحب قارئة من الطراز الأول، بقرأ كتير، فدائما عندي تمرد وشعور بأنه المرأة لازم كلها صوت وبسنانها مسيطرة. توفي والده وكان مسؤولا كبيرا عن مؤسسات كثيرة جدا، وكان عليه بالبدايات كان عندي ببرنامج أول من البرنامج عملناه اسمه حياة بلدة إذاعي، هذا الكلام سنة 1976 أو 75 تقريبا، برنامج إذاعي درنا فيه يمكن في قرى كثيرة في سوريا،
حول سوريا كلها، فكانت جهدية تروح معي أحيانا. كنت بعض القرى روح معه. سوريا شفتها من جوا كتير يعني، مع الناس يعني، من الساحل للجبل السويدة يعني، درعا، لكل مناطق سوريا وقراها. شعب بجنن، بياخد العقل. كل ما رحنا على مكان نتعرف ألوان. على ألوان مشكلة، على القامشلة، على الحسكة، على حلب، على تدمر، على تدمر. وفي كل مكان يستضيفنا المختار أو هي، وبتحسي هيك عيلتك وبيتك. وأنا عندي كتير ذكريات حلوة بكل قرية، بكل يعني شو بدي أحكي يعني، شو بدي أحكي عن ذكريات كتير حلوة. دورنا في كل شوية في برنامج اسمه السالب والموجب، نشوف فيه يعني الناس ومظالمهم وتعبهم وإلى آخره. أيضا تعرفنا أكثر وأكثر على الشعب السوري. في شيء مشترك بعتقد بالشعب السوري أنتم متوافقين عليه، إنه هو الطيبة، الكرم، الشهامة، المحبة. طبعا مو كله، مو كل الشعب السوري، بس يعني ما نحس بشكل عام. في جانب مهم، مسألة البيت اللي نحن سويناه، يعني تحكي لك عنه، وسوينا جناين، وسوينا شلال، وسوينا 100,000 شغلة عملنا بالبيت في إيدنا أنا وياها. يعني دائما كل حجرة، كل شغلة. وكان وقت اللي يجوا لعنا الناس، خاصة أنه هي كأخصائية اجتماعية يجوا لعندها على العيادة، فالمكان العيادة عندها درج، مثل ما تغني فيروز درج الورد مدخل بيتنا، فعلا كان الدرج كله ورد ورد. يحبوا الناس يجوا ويشوفوا الورد اللي كان عنده. ولا كان بيت حلو وجميل جدا، وكل الناس زارونا بيعرف. والله حطينا فيه كل سنوات عمرنا يعني هذا البيت، وعملناه مثل ما نحن بدنا. وكل سنة نعمل يعني، إذا بيخطر لي مثلا قيم هذا الحيط ضيف، هاي نضل نضيف عليه على طول، عم نغير فيه. بعدين ايه هلأ راح يعني. بعد الثورة إجا حدا يعني الضابط كبير أخذ واستولى عليه وساكن فيها حاليا. وبنتذكر وقت اللي وصلنا الخبر يعني، فكان متخيلين الناس أنه رح نعمل مناحة أو حنجن، لأنه فعلا تعبنا فيه عمرنا. فشو يا ويلي، أنا وقت اللي خبروني أنه راح البيت يعني، بس لا تقولي توفيق دغري، خبرية صعبة عليه يعني. فقلت له توفيق بدي أقول لك خبر، تزعل شيء يعني؟ وعدني أنك أنت ما رح تزعل. قال لي قولي لي شو ما كان. قلت له أخذونا بيتنا، أخذونا. صرت هيك أعمل. قال لي جمد هيك، قال لي فرحانة كمان؟ قلت له ايه، خلي ياخذوه، مبارك عليهم. لانه انا بدي افكر ببيتي، وسوريا كلها راحت، والناس راحت، اولادها وراحت. على الاقل حسيت انه منيح انه وقت بياخذوا لك بيتك معناتها انت قايله كلمتك ومأسره. انت وين ما كنت بالعالم وشو ما كنت عم تعمل بالعالم، قادر دائما على فعل شيء. هذا المبدأ اللي اعتمده الخطاط السوري ياسر الغربي لكتابة قصة نجاحه. الخط العربي والحرف العربي قبل الخط العربي يكتسب سمعة عالمية طيبة للأمانة، فحيث يذهب يجد صدى مسبق عن الحرف العربي. هذا الصدى لطف أو اختصر المسافة بين المتلقي الأوروبي من ثقافة أخرى، من حضارة أخرى، من لغة أخرى، والحرف والخط العربي. كون الآن بهذا الفضاء المفتوح، الآن معظم الشعب الأوروبي شعب مثقف فنيا، شعب واعي فنيا، فعنده الاطلاع والخبرة عن إمكانيات الحرف العربي. أنا حاصل على شهادة الحقوق من جامعة حلب بعام 2006 تقريبا. إنما الفن ظل هو الهاجس والشغف اللي أنا أختصره بالحرف العربي. طبعا أنا كنت أشتغل في مجالات عدة بالفنون كهواية طبعا، إنما لما قررت أحترف الفن كحياة، كأسلوب حياة بالكامل، اخترت وركزت على الحرف العربي، لأنه هو الشغف يلي انتصر بداخلي. البداية لابد من الإحساس بالمسؤولية العالية، لأنه هذا يترتب عليه مسؤولية عالية كونك عربي أولاً وسوري خصوصاً. يترتب عليه مسؤولية أنك أنت حامل لهذه الحضارة وعم تجول فيها العالم. شاركت مثل ما تفضلت بكثير من المعارض الحمد لله حول العالم، ولا زلت يعني في طور المشاركة. أنا ابن الفرات من سوريا، وحيث ما سرت وحيث ما ذهبت ومهما شربت من مياه معدنية ومياه أنهار ما حتغنيني عن الفرات بالتأكيد. الوطن
بداخلك. الوطن مفهوم أكثر من أنه زمان أو مكان. يعني لما تكتب عن أي شيء بالحياة، أنت تكتب عن عشقك الداخلي، أنت تكتب وجعك، أنت تكتب معاناتك بالحياة، كل ما في داخلك تنتج فيه لوحة. داخلك يعنيك أنت، أنت الوحيد الذي تعرف ما في داخلك. هذا الوطن مستتر في داخلي يعني. كل شخص سوري قادر على فعل شيء بكلمة، بنص، بلوحة، بخطوة، بموسيقى، بلا لا واحدة تساعد. احنا قادرين وين ما كنا بالعالم، شو ما كنت عم تعمل بالعالم، انت قادر دائما على فعل شيء. فعلا ياسر، ما في أجمل من اللغة العربية والخط العربي. مشاهدينا، حلقة الحكي سوري وصلت لنهايتها. موعدنا معكم بيتجدد الأسبوع المقبل بنفس الموعد. إلى اللقاء.